والآن عودة إلى فقرات برنامجنا ومصممة الأزياء والعبايات نوف المساعد. أهلا وسهلا نوف موضي. أهلا وسهلا موضي مساعد. موني لو تحدثينا عن جهودك في مجال التصميم وبداياتك، كيف وتتك فكرة التصميم ومن أين بدأت؟ شوفي، هي كانت موهبة بالنسبة لي، فحبيت إني زي ما أكون مميزة باباتي، أحب إن كل بنت تحب إنها تكون مميزة ببايتها، ما تحب إن بايتها تكون مكررة، هذه لابسة زيها وهذه لابسة زيها، لا، الأغلب البنات الحين حابين يكونون متميزين ببايتهم. صحيح، نعم، يعني ما صارت العباءة، يعني الشياكة تكتفي على الحذاء والحقيبة، يعني صارت العباءة ونوعها وشياكتها وخامتها مطلب أساسي. مطلب. طب حدثينا عن بداياتك، كيف كانت؟ يعني إحنا نحب دائما أي مبدعة أو أي طاقة سعودية يعني ناجحة نعرف بداياتها عشان اللي يسمعنا يحذو حذوك إن شاء الله. بدايتي أول شيء فكرت فيها كفكرة، يوم تكلمت فيها ما اللي حولي، ما صديقاتي إخواتي، الكل شجعني. الكل شجعني، الكل قال لي اوكي جوهد، جميل حلو جدا. يعني كل واحده تحب انها تتميز، حاول انك تطلعين هالموهبه، ما تخلينها جواتك. يعني وحاولت اني اشجع نفسي اني اطلع موهبتي. جميل. واني اخذي هالخطوه، صح مو بخطوه سهله، بس انها تحدي بينك وبين نفسك انك تكسرين حواجز كثير. فعشان كذا بديت هالخطوه. بديتي ما شاء الله، يعني بديتي من اول تصميم عبايه، كيف كان الأصداء؟ كيف إيش شعرتي بداياتك؟ يعني وكيف اللاين اللي أول لاين؟ طبعاً أكيد إنه أول لاين نزلتي يكون عندك سبيشل، لأنه هذه البدايات. أي هذا البداية. بالعكس تحسين إحساس مرة حلو إنك خطيتي هالخطوة وإنك حبيتي إنك أنتي تطلعينها للعالم، العالم يشوفونها. صحيح. يعني بالعكس خطوة حلوة، ما حسيت بأي تردد أو ندمت إني يعني خطيت هالخطوة. بالعكس كل مالي وأحمس نفسي أكثر. ماشي. طيب أمون، بالنسبة للعبايات، يعني إحنا تعودنا دائما أن العباية تكون سوداء، يعني لوقت قريب كانت العباية فقط لون أسود والطرحة سوداء. صحيح. وكانت سائدة إلى فترة قريبة. صح. الآن شفنا يعني تصاميم أخرى، ألوان أخرى، موديلات يعني إلى حد ما تعتبر أقرب إلى الثوب أو الجلابية الخليجية. صح. ما سبب النقلة ما بين العباية وبين الجلابية؟ شوفي، البنات حابين أنهم يكسرون الأسود، فجأة صار يعني اللي تلقين عبايتها بيج، اللي تلقين عبايتها وردي، اللي تلقين عبايتها كذا لون، فالبنات خلاص في الأسود لها أماكن. زي المناسبات يفضلون أنهم يلبسون عبايات زي الفواتح، فالأسود لها أماكنه، وزي هذه العبايات لها أماكن زي مناسبات، زواجات، حفلات، فتحب الوحدة أنها تلفت الانتباه ببايتها صارت. وانتي الحين كمصممة إيش التزايد؟ يعني قل الطلب على العباءة السوداء الآن؟ كثير. أي كثير. صارت تصاميمك أكثر، ما شاء الله شايفين الاستوديو زاهي بالألوان. زاهي بالألوان. إيه؟ أقل الأسود كثير، يعني صاروا اللي يلبسون أسود مجال دوامات العمل. إيه عمل يلبس. إيه الأماكن الرسمية، أما أماكن صار أغلب المجال الحين مناسبات. طيب يا أمون، لو يعني حبينا نستفسر منك عن طبعا كعباية أو كموديلات جديدة، ما هي الخامات التي استخدمتيها؟ أنواع الأقمشة، يعني تعطينا فكرة بسيطة بس عن شوفي الخامات، النواحي الفنية، الخامات اللي تستخدمينها. تحاولين تشرحي لنا أفضل على العباية الموجودة في الاستديو. تحاولين الخامات اللي زي هالنوع، خامة عندك جاية على جبير، على تفتة، هذه عباية مناسبات. هذه عباية مناسبات. أما عباية، وهذا عباية زواجات، هذه العباية عباية زواجات مناسبات للعروس مثلا، للعروس. إيه عروس. الثياب عادة المناسبات تكون ألوان فاتحة، فصعب أنك ترتدي اللون الأسود، فأتوقع أن هذه الألوان. إيه هذه الألوان. أيوة الألوان. حكم أنك عروس،
عروسة جديدة وزي كذا تلبسين هالألوان الفواتح، يعني في النادر إذا لبستي غوامك، حتى السفر الحين ما تلبسين غامق في السفر، صار الحين أغلبهم كمان فواتح. الأجواء عندنا أجواء حارة، الألوان الفاتحة برضو تخفف من الحرارة في الجو. طيب أستاذة أمول، يا ليت تحكي لنا بالتفصيل قديش تستغرق معاكي تصميم العباية من اختيارك للأقمشة للاختيار للموديل ايضا؟ شوفي، مو بالسهل انك تكدين انت تختارين القماش، تختارين الموديل، تصممينه، مو بالسهل نهائيا، بس بالتفصيل يستغرق مني اقل من اسبوع بالتفصيل، بس بالتصميم واختيار القماش لا، يبي له فتره اطول. تاخذين له فكره، وكل ما تجيكي فكره تدورينها لين ما تطلع معاكي الفكره الاخيره. تفكرين تدورين فكره مميزة مو موجودة بالسوق نهائيا. صحيح. اي نعم. ايوه، ما تكررينها ابدا، لان العالم صار ما يحبون التكرار. صحيح. مالين من التكرار. اذا انا بنفسي ما احب اني اكرر لا لبس ولا عباية. صحيح، تصميم رائع يا امون، ولكن لو تحدثينا عن مدى الاقبال على هذا النوع الحديث من العبايات او هذه التصاميم الجديدة، ما مدى اقبال الشابات او السيدات؟ أو بالعكس، بشكل عام الاعمار اقبالهم بالعكس حلو، بالذات هالالوان هذه اقبال فظيع. يعني الشابات صغيرات السن او السيدات السن؟ لا، السيدات الكبار خلينا نقول انهم مقتنعين اوريدي بالعبايات السوداء. اي، وجهة نظرهم، اذا الحين هذه العبايات مو متقبلينها هذه السيدات الكبار. اما اللي من سننا عادي بالعكس متقبلين اي نوع، حب الواحد يتميز. صح. طيب خليني أسألك، يعني ما شاء الله الآن يعني وإحنا في عصر الآن كثرة المعارض والإيفنتات، وقاعدين نشوف ما شاء الله كم كبير من المصممات محترفات صراحة، يعني شيء يثلج الصدر زي ما يقولون. كيف أنت يعني تتميزين عن غيرك أساس برضو تحافظين على اسمك عن غيرك؟ على بصمة، زي ما يصير كمان يكون هنالك شيء من التكرار. كون إني أحافظ على موديلاتي وأقمشتي، أحاول إني أخليها أنا مميزة، أحاول إني أشتغل على القماش نفسه، لأن الحين في النادر صارت الأقمشة تستمر معك أو تطول معك العباية مع الغسيل والكي تنعدل شوي. صح. أكثر شيء مدتها أن طولت معك شهرين، أن طولت أكثر من كذا ما تطول، يمكن بالشهر تغيرينها بعدين. انت تحاولين انك تسعين لهالشيء، انك تغيرين، تسعين تشوفين الاقمشه الخامات، فهنا هي فكرتك. اذا ميزت نفسك بخامه حتى لو تتكرر نفس الموديل، بالعكس انا عندي فخر انهم يكررون نفس موديلي بس خامتي لا، بس انك محافظه على جوده الخامه. اي نعم، هذا فكر جميل. صح. في صعوب، هل اذا يعني سالتك عن الصعوبات اللي تواجهتيها، في صعوبات معينه فنيه واجهتيها في لا. دخولك مجال التصميم؟ لا، لحد الان الحمد لله، خاصه انه هناك مثل ما تفضلت الاخت نوف انه هناك معارض كثيره و يعني مصممات كثيرات. اي، بس لحد الان الحمد لله من فضل رب العالمين لا ما لقيت اي يعني اي شيء بحياتي او في بداياتي، لا الحمد لله. بالعكس انتصار لي، هذا يشجعني اكثر ان انا يعني ما اتراجع نهائيا، استمر. صحيح. استاذ امون، يعني ما شاء الله انت معروفه ومميزه ايضا بستايل عباياتك، كان زي ما احنا شايفين في الاستوديو الان. نصيحه توجهينها للشابات المقبلين على تصاميم، يعني تصاميم العبايات او اي تصميم، حتى تصاميم الازياء، من خبرتك يا ريت تعطينا هذه النصائح. انصح كل بنت، اي واحده كانت عندها موهبه، تحاول انها تطلعها، لا تدفنها، تطلعها، تشجع نفسها. بالعكس اذا فشلت مره راح تنجح المره الثانيه الثالثه عادي، بس انها لا تدفن موهبتها وتقول خلاص ابي اكفل. بس كيف تبدا؟ يعني اعطيها خطه معينه كيف تبدا مشروعها التجاري او مشروعها في مجال التصميم. الخطوه الاولى التي تمشي عليها، تشوف هي وش تبي، تشوف هي وش تبي، تمشي عليها، تحدد هدفها. تحدد هدفها. نعم. تشوف هي وش تبي، اهم شيء تكونين مقتنعه انت حابه هالشيء، ولما تحبين الشيء تبدين فيه. مو بجرب هنا بعدين ممكن اذا حابه هالشيء زي انا حبيت هالشيء حبتها،
فإذا عندك شيء أنت تحبينه ابدي فيه من غير أي تردد. هذا اللي شايفينه ما شاء الله، يعني من دخلت من دخلتك للاستديو دخلة أنيقة. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك يا رب العالمين. حبيبتي. يعني نورتينا أستاذة أمون المساعد وهي مصممة عبايات سعودية، احنا فخورين فيك وفي تصاميمك، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. آمين يا رب. إلى اللقاء أمون. حبيبتي مع السلامة.